بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. كلنا نسمع عن قد ايه الحديد مهم جدا في علاج الانيميا، وكنا نعرف وكلنا عارفين ان قد ايه امتصاص الحديد ده صعب، عشان كده عملوا منه حاجات مختلفه كتير، اتكلمنا قبل كده عنها في حلقه من جوه الصيدليه. وكنا عارفين ان امتصاص الحديد صعب، فعشان كده كنا بنحط عليه فيتامين سي، او كنا بننصح الناس ان هم ياخدوا فيتامين سي علشان ايه اللي يحصل، عشان يزيد امتصاص الحديد شويه. وطلعوا بحاجه جديده اسمها اللاكتوفيرين، وقالوا ان اللاكتوفيرين ده بيزود امتصاص الحديد بشكل كبير جدا، وبقى دلوقتي بيتوصف مع كل الوصفات اللي فيها حديد، وكل الستات الحوامل اللي ممكن يكون عندهم نقص الهيموجلوبين او نقص في الحديد. خلونا نروح نجيب اللاكتوفيرين من عرف ونعرف مع بعض هو ايه، بيعمل ايه، وبيشتغل ازاي. انا عمرو ابو بكر، ويلا بينا من عرف نشوف اللاكتوفيرين بيعمل ايه. الاول ايه هو اللاكتوفيرين؟ اللاكتوفيرين هو بروتين الحليب، بيكون موجود في الحليب بتاع الانسان وبتاع الحيوانات، ويكون مخزونه كبير جدا، ويكون تركيزاته عاليه جدا في لبن السرسوب او الكوليسترول، اللي هو اللبن اللي هو بينزل من ثدي الام بعد الولاده بالظبط، بيكون مليان بالانتي بوديز ومليان باللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين ده بيلعب دورين مهمين جدا جدا جدا. اول دور ان هو بيساعد على امتصاص وتخزين الحديد. ازاي؟ احنا عارفين ان احنا عندنا حديد بناخده او بناكله او بناخده عن طريق الفم، ده بيحصل له امتصاص، الامتصاص بتاعه بيكون صعب شويه. وبعدين عندنا حاجه اسمها موصلات، اللي هو ايه، اللي هو حاجه اسمها ترانسفيرين، اللي هو نقدر نقول عليه ان هو الاوبر، اللي هو بياخد الحديد ده ويروح مخزنه في مخزون الحديد اللي هو اسمه بيريتين. اللاكتوفيرين بقى دوره ايه في القصه دي؟ اشبه ما يكون بالترانسفيرين اللي هو الاوبر، اللي هو دوره ببساطه ان هو ياخد الحديد ويمسكه مسكه حلوه جدا، وما يسيبوش الا في المخزون بتاعه. المخزون بتاعه يا اما يتخزن كفيريتين، يا اما ياخدوا الهيموجلوبين علشان يبقى موجود هناك، ما يسيبوش، مجرد ما يمسك فيه ما يسيبوش الا في المكانين دول. فده بيخليك ايه؟ بيخليك تستفيد جدا من اي حاجه انت بتاكلها فيها حديد تمتصها، وجسمك يستفيد منها تماما. او لو انت بتاخد حبوب حديد وعندك انيميا، فيبدا جسمك يستفيد بيها الاستفاده القصوى. وده كان اول استخدام لللاكتوفيرين. طبعا انا بحاول ابسط الامور بشكل كبير جدا، لان هو يعني في تعقيدات في الموضوع شويه. تاني استخدام لللاكتوفيرين، لان هو لما احنا بناخده مناعه الانسان بتزيد. مناعه الانسان بتزيد ازاي؟ لانه هو ليه تاثير كمضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات، انتي بكتيريال وانتي فايرال. طب ازاي ليه انتي بكتيريال وانتي فايرال؟ هو مضاد حيوي، هو بيشتغل ازاي؟ احنا لما درسنا المضادات الحيويه ما كانش في حاجه اسمها لاكتوفيرين، يعني معلش استحملني. الموضوع اللاكتوفيرين ده، فاكر موضوع اوبر الحديد اللي هو بيمسك الحديد وما يسيبوش؟ هي بالظبط كده. ليه؟ ان الخلايا اصلا علشان تنقسم، خلايا ايه؟ خلايا الميكروبات والفيروسات، لما بتدخل جسمك عشان تنقسم وتكبر وتبدا تهاجمك، محتاجه ايه؟ محتاج الحديد عشان تنقسم. فانا لما اخد منها الحديد، فاكرين لما قلت لكم اللاكتوفيرين بيمسك الحديد ما يسيبوش، فايه اللي بيحصل؟ خلايا البكتيريا والفيروسات ما تلاقيش حديد، فايه اللي يحصل؟ ما تنقسمش، خلايا المناعه عندك تبدا تشتغل وتموتها، فيبقى انت كده في السليم، ما عندكش مشكله. فبقى هي عشان كده بقوا بيدوها دلوقتي انها تزود المناعه، كانوا بيدوها كويس جدا مع الكورونا والناس اللي عندها كوفيد، فهي دورها في ان هي بتزود المناعه جاي من دورها الاساسي اللي هو ايه؟ امتصاص وتخزين الحديد، تمسك في الحديد ما تسيبوش الا في الاماكن اللي هي المفروض تسيب فيها الحديد. في انواع كتير موجوده في السوق، في انواع بتبدا من 60 درهم، وفي انواع بتوصل ل 220 درهم، في انواع بيبقى معاها كوليستروم، بيبقى معاها تركيز الانتي بوديز، وفي انواع ثانيه بيكون معاها فوليك اسيد، وفي انواع بيكون معاها وايت ايرن كده، علشان الناس لو مش محتاجين ياخدوا ايرن من بره او حديد من بره. ولو دخلت على جوجل اكتب لاكتوفيرين بس، هيطلع لك كل الحاجات اللي موجوده في الماركت. من عرف عشنا مع بعض اللاكتوفيرين، يا رب الموضوع يكون بسيط. شكرا جزيلا، دمتم ايه في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في ايه في فضل من الله. نشوفكم على خير في حلقه جايه من عرف. سلام.